ولد يسأل أبوه: بابا بابا، ازاي جه الناس؟ اسمع يا ابني، أول إنسان خلقه الله هو آدم عليه السلام، وأخرجت حواء من ضلعه وتكاثروا حتى جئت أنا وأنت. شكرا يا بابا. راح الولد لأمه بسرعة وسأل أمه نفس السؤال: ماما ماما، ازاي جه الناس؟ يا ابني الناس أصلهم قرود واتطوروا حتى وصلوا للشكل ده. جري الولد بسرعة على أبوه: بابا كذبت عليا ليه؟ ماما قالت إن البشر أصلهم قرود. حبيبي، أنا كلمتك عن أهلي، أما أهل ماما فمعرفش عنهم حاجة.